أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. اتسعت رقعة تظاهرات في إيران في إقليم الأحواز الذي تتراوح مساحته ما بين 300 إلى 320 ألف كيلومتر، والتي تعادل مساحة الأردن وفلسطين ولبنان وتونس والبحرين وقطر كلها مجتمعة. فما أسباب اتساع هذه التظاهرات؟ مراقبون للشأن الإيراني يرون أن هذه الاحتجاجات تسعى إلى إيقاف كل أنواع التمييز التي تستهدفهم بشكل خاص، ولكن لماذا لا تجد القضية الأحوازية دعما عربيا ودوليا كاف والذي ينشده الأحوازيون؟ بينما يتساءل البعض هل إن هذه القضية تندرج في إطار التوظيف كورقة للضغط في مواجهة إيران أو ردا على سياسات التدخل الإيراني في دول المنطقة؟ سنقف مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على أسباب اتساع رقعة هذه التظاهرات لتشمل 7 مدن إيرانية، وكيف ينظر إليها في ظل المتغيرات والتطورات الدولية والإقليمية. في هذه الحلقة أرحب بضيوفي عبر الهاتف من عمان الدكتور نبيل العتوم من مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ومن لندن عبر الهاتف أيضا الأستاذ محمد المدحشي المتخصص في الشأن الإيراني، وكذلك الأستاذ حسن راضي المتخصص في الشأن الإيراني أيضا. مرحبا بضيوفي الكرام، نبدأ مشاهدينا الكرام الحوار بعد فاصل قصير، كونوا معنا. أبدأ بضيفي الأستاذ حسن راضي المتخصص في الشأن الإيراني. أستاذ حسن مرحبا بك. مرحبا وسهلا أستاذ. أستاذ حسن، يعني التظاهرات في الأحواز هذا الإقليم الضخم الذي تمتد مساحته ربما أكثر من 320 كيلومتر، وكما ذكرنا في المقدمة يعني مساحته تساوي مساحة 5 دول تقريبا عربية. هذا الإقليم يعد إقليما اقتصاديا، يعني هذه التظاهرات التي تكتسح ربما 7 مدن تقريبا في هذا الإقليم، يعني كيف تنظر إليها؟ حقا بالبداية أشكر حضرتك وأشكر قناة الرافدين على هذا البرنامج وعلى الدعوة الكريمة. يعني ننظر إلى هذه المظاهرة ونعتبرها انتفاضة، وسميت من قبل الأحوازيين بانتفاضة الكرامة، لأنها ردا على يعني السخرية والنكران الشعب العربي الأحوازي في برامج وفي سياسات النظام الإيراني تجاه الأحواز. فانتفض الأحوازيون يعني بشكل عفوي وردا على هذه الأهانات وعلى سياسات الجهود وعلى سياسات العنصرية وسياسات تغيير ديموغرافية المنطقة والحرمان بشكل عام بحق الشعب العربي الأحوازي منذ 9 حكم. لذلك يعني هذه الانتفاضة صحيح أن شرارتها برامج يعني تلفزيونية تسخر من العرب وتنكر وجودهم، لكن وسعتها ويعني وحجم الانتفاضة ويعني المشاركة الكبيرة من قبل يعني النساء والرجال والأطفال تدل على أنه الشعب العربي الأحوازي شعب واعي ومؤمن بقضيته اولا، وثانيا انه ردا على يعني سياسات ايران العنصريه التي تستهدف الشعب والتاريخ والهويه وكل شيء في الاحواز. يعني استياء كبير من قبل الشعب العربي الاحواز تجاه سياسات ايران، لذلك هذه البرامج يعني تعتبر شراره فجرت الوضع، ورغم القمع الشديد يعني للنظام الايراني وحتى تدخل الحرس الثوري الإيراني واحتقال أكثر من 150 شاب وأمرأة حتى آخر التقارير، ورغم سقوط جرحى وشهداء، لكن ما زالت مستمرة الانتفاضة. ويعني واتخذ الأحوازيون تكتيكا ليليا يعني خروج المظاهرات في المساء حتى يحاولون أن يقللون من الخسائر ومن المعرفة بالمتظاهرين وبالتالي اعتقالي. انظر لها، هي طبعا هي ضمن الدفاع الأحوازي وضمن العمل والكفاح الأحوازي من أجل استرجاع الحقوق التاريخية والقومية للشعب العربي الأحوازي، وأيضا ننظر لها هي ضمن يعني الثورات والانتفاضات
الشعبية الأحوازية ردا على الاحتلال الفارسي وجرائمه في المنطقة، لأنه هذه الانتفاضة ليس الأولى وبالتأكيد سوف لن تكون الأخيرة، لأنه لطالما هناك احتلال، لطالما هناك سياسات عنصرية، سياسات قمعية، سياسات احتلالية، بالتأكيد هناك ردود فعل وهناك مقاومة، وشعبنا أثبت أنه حي منذ 9 عقود ما زال يدافع عن حقه وعن حقوق هويته العربية. نعم، أرحب بضيفي من عمان الدكتور نبيل العتوم من مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية. دكتور نبيل، بداية مرحبا بكم. هناك تعتيم ربما إعلامي كبير غير مسبوق، تعتيم إعلامي يعني رسمي إيراني على هذه التظاهرات التي تجتاح مدن الأحواز، يعني كيف تنظر إلى مجريات الأحداث هناك؟ شكرا جزيلا لك، تحية لك ولضيفك الأعزاء. يعني بداية ما يحدث هي انتفاضة عربية أهوازية، والشعب العربي الأحوازي للأسف الشديد لم يتم إنصافه، حتى يعني لم تكن هنالك خلينا نسميها فزعة عربية مع هذا الحراك القوي الكبير في أكبر منطقة اقتصادية في إيران. هذا الإقليم أو هذه المحافظة الكبرى أو الولاية الكبرى تتعرض لأقصى أنواع البطش والتنكيل والتمييز العنصري. هنالك استهداف للأقلية العربية وللشعب العربي في إيران للأسف الشديد، وهذا التمييز والتحريض ونشر ثقافة الكراهية تتم بشكل مؤسسي ترعاه مؤسسة نظام ولاية الفقيه إعلاميا وسياسيا. وكما تعلم أخي العزيز، هذه البقعة الجغرافية المهمة هي من أهم المناطق الاقتصادية التي تدر العسل واللبن لإيران، خاصة أن مخزونات النفط والغاز في هذه المنطقة المكتشفة يعني باحتياطات ضخمة تمثل الشريان الحيوي بالنسبة لإيران. الأمر الثاني هو حرمان العرب في إيران من كافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية ومن تولي المناصب العامة في إيران، وهذا يعطي تصور واضح حول طبيعة الدولة نظام ولاية الفقيه، بالإضافة إلى أن حالات الإعدام التي تتصدر يعني إيران أصبحت عن جدارة أكبر دولة العالم في تنفيذ أحكام الإعدام قبل كوريا الشمالية وقبل الصين في واقع الأمر. لكن أنا بعتقد أنه ما يجري في الأحواز من انتفاضة عربية يعكس جملة من الجوانب. الجانب الأول هو تآكل شرعية النظام الإيراني نظام ولاية الفقيه بفعل كثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء حالة الفساد ودخول إيران على خط الأزمات الإقليمية التي استنزفت قدرات الدولة الإيرانية. الأمر الثاني إلقاء الضوء على أهمية هذا الحراك الكبير. الأخوة العرب الأحوازيين وقفوا إلى جانب الشعوب المظلومة في إيران وقدموا كثير من التضحيات ومن الشهداء والذين سقطوا دفاعا عن قضاياهم. بموازاة ذلك نجد أن هذه الشعوب الآن تقف بعيدا عن المشهد فيما يجري داخل الأحواز. ويعني أنا كنت أمل أنه حتى الحراك الذي تم واندلع في بداية ديسمبر من العام الماضي كان هو الحافز لحراك شامل، خاصة أنه انطلق من مناطق الهوامش والأطراف ودخل بعمق إلى مناطق عديدة التي تمثل حالة الاكتظاظ السكاني في إيران، بالإضافة إلى الدخول على محور آخر مهم وهو محور المناطق المهمشة التي عانت كثير من الويلات بحكم البطش وسياسة التنكيل التي مورست ضدها من جانب نظام ولاية الفقيه. نعم. إلى جانب نحن نتحدث الآن عن يعني دعني أسميه الشعوب غير الإيرانية وما تعانيه، غير الفارسية وما تعانيه من محالات غير مسبوقة، سواء كان اللور، العرب، الكرد، البلوش وغير ذلك من هذه الأقليات وهذه الشعوب، وبالتالي هذا لم يحرك ساكنا لدى المنظمات الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى نقطة مهمة ومحورية أن العالم يقف متفرج، وإذا لاحظت أنه حتى الاتفاق النووي لم يتم ربطه فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان داخل إيران التي تتعرض اليوم لأكبر انتهاكات في تاريخ الثورة ما يعرف فيها الثورة الإسلامية. في واقع الأمر أنا بعتقد أنه الأمور مرشحة للتصعيد هناك، لكن ينبغي أن يكون هنالك دعم ومساندة من الأطراف والدول العربية. نعم. من ناحية من جانب جامعة الدول العربية ومن جانب منظمة المؤتمر الإسلامي. نعم. ابقى معي لو سمحت أستاذ نبيل العتوم. أرحب بضيفي الأستاذ محمد المدحشي المتخصص في الشان
الإيراني. أستاذ محمد مرحبا بك. مرحبا وتحياتي لضيوف الضيفين الكريمين وأيضا أستاذ المشاهدين الأعزاء. حياك الله أستاذ محمد. يعني حرمان العرب من حقوقهم الثقافية الاجتماعية الاقتصادية مثل ما تحدث الدكتور نبيل العتوم قبل قليل في منطقة الأحواز، يعني يتعرضون لتنفيذ أحكام الإعدام، هناك قمع بالجملة من اللي يرتكبه النظام الإيراني ضد الأحواز، ولكن هناك من يتساءل يقول هل من مصلحة النظام الإيراني فعل ذلك، ارتكاب هذه الانتهاكات، في حين أن هذه المناطق تعد ركيزة اقتصادية بالنسبة لإيران؟ يجب أن نلحظ ونرى بنية النظام الإيراني. أنا لا أقصد النظام بمعنى نظام الحكم فقط، الدولة الإيرانية ومؤسساتها تبتني على أقلية وهم الفرس الذين لا يشكلون إلا 25% في أقصى حالات من التركيب السكانية الإيرانية، والأتراك على سبيل المثال الآذريين هم الأغلبية في إيران وليس الفرس. العدد الأتراك في إيران يشكل 33 مليون في أدنى تقديرات. على سبيل المثال سكان طهران 70% هم من أتراك الآذريين، لكنه من يتحكم في البلاد؟ الفرس. وهذه النقطة تضع الفرس في موضع ضعف، ولأن يسيطروا على هذه، أنا أصفها بمجمع الجزائر البشرية في إيران التي لا تربطها أوسار ثقافية ولا اجتماعية في هذه البلاد، الفرس يحاولون من خلال تصرفهم العنصري وانتهاك وسائل الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية يحافظون على هيمنتهم على الدولة الإيرانية على حساب الأغلبية. يعني الآن الأغلبية يشكلون أكثر من 75% بين الأتراك الأكراد البلوش والعرب، كما تصفهم إيران بالأقليات، بينما هم الأغلبية وليسوا أقلية، الأغلبية هم الفرس قياسا مع الأتراك. ومن هذا المنطلق النظام الإيراني والدولة الإيرانية بغض الطرف عن من يحكم إيران، نظام بهلوي ملكي علماني أو نظام ما يسمى بالإسلامي في إيران، ينتهجون نهجا واحدا ومماثلا ضد القوميات الأخرى من خلال يعني حتى بمستوى أفراد الفرس. يعني المواطن الفارسي البسيط يعتمد ويعرف هذه السياسة ويفخر دوما، لديه سخريات عنصرية ضد القوميات الأخرى وليس فقط العرب بل الجميع، الأتراك اللور الأكراد والبلوش كلهم معرضون لتصرفات عنصرية. نقطة أخرى يجب أن يعلمها المشاهد، وهي أنه إذا ابتعدنا أخذنا مدينة أصفهان في وسط إيران كوسط جغرافي في إيران، إذا ابتعدنا من أصفهان 200 كيلومتر وبعض الأحيان حتى 100 كيلومتر تنعدم اللغة الفارسية كلغة الأم، وتصبح لغات أخرى هي لغة الأم في الجغرافيا الإيرانية. يعني الفرس يتمركزون في وسط إيران الذي هناك لا يوجد إلا صحاري، حتى لا توجد فيها مياه وغير صالحة للزراعة. فإيران كنظام أو كدولة تمارس هذه السياسات العنصرية والاضطهاد من أجل تنمية ما تسميها بالبقعة الأمنية الأساسية في إيران، أي هناك 5 أو 6 محافظات، إصفهان، أراك، أياز، طهران، سمنان، هذه المحافظات بالنسبة لإيران تعتبر الركيزة، وجميع المشاريع في البلاد، المشاريع التنموية والاقتصادية والتجارية وكل أنواع المشاريع تصب في صالح تنمية هذه المنطقة. على سبيل المثال نسبة البطالة في محافظة إصفهان ما يقارب 5.6%، بينما معدل البطالة في البلاد 12.6%، يعني البطالة في إصفهان أقل من نصف. في محافظة في إقليم الأحواز نسبة البطالة حسب إحصائيات رسمية تتجاوز 36%، أكثر من 3 أضعاف نسبة معدل البطالة في إيران. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار فقط نسبة البطالة، لأنه فرص العمل تعتمد على المشاريع بطبيعة الحال. أيضا يعني هو أيضا هذا الكلام، يعني حضرتك يتفق معك الدكتور نبيل العتوم في هذا الطرح، أيضا فيما يخص موضوع أن حتى الكثير من المدن باتت ضمن إطار أو في إطار سياسة مقارعة النظام، وليس فقط دول الأحواز، هناك مدن أصفهان، شيراز، هناك مدن أيضا إيرانية، مشهد، كل هذه يسكنها
مثل ما تفضلتم الفرس، يعني الشعب الفارسي عفوا، يعني هذه كانت توصف المدن بالركيزة الأم بالنسبة لنظام ولاية الفقيه. ولكن سؤالي أيضا أعيده عليك أستاذ محمد المدحجي، يعني هل يا ترى النظام الإيراني يفتقر إلى السياسات التي تؤدي إلى نيل قبول الشعب العربي؟ يعني لماذا هذا التعامل بعنصرية رغم أن الأحواز تعتبر ركيزة اقتصادية قوية بالنسبة لإيران؟ يعني جامعة طبطبائي الحكومية في طهران قبل ما يقارب 16 عام عملت دراسة على عرب مركز أو وسط وشمال إيران، يعني نحن لا نتحدث عن عرب الأحواز ولا نتحدث عن عرب خانة يسمون بالقرب من زاهدان جنوبي محافظة خراسان، نحن نتحدث عن عرب كاشان، اصفهان، طهران، قزوين، شمالي إيران، مشهد. هناك قبائل عربية كثيرة تسكن في هذه المنطقة، وجامعة الطبائي أجرت مسح ميداني لإحصاء عدد الذين لا يزال يعتبرون أنفسهم عرب في وسط وشمال إيران، وأحصل أكثر من 4,800,000 شخص لا يزال يعتبرون أنفسهم عرب ويتخذون من يعني كاسم عائلي عرب مازار، عرب شيباني، عرب مرزوقي، عرب صرخي، عرب زاكاني، وهذه التسميات التي نحن نعرفها من القبائل خاصة المنطقة الشرقية والإمارات والساحل الجنوبي للخليج العربي. فإيران تعلم جيدا أن العرب يشكلون بالنسبة لها خطر كبير جدا، وهي على خلاف كبير مع النظام العربي والمنطقة العربية بشكل كبير. طبعا إيران لا تخاف من الأتراك والآذرين كثيرا، لأنه تربط إيران وتركيا معاهدات أمنية سياسية اقتصادية وقيدة منذ 35 عاما، فالأتراك كانوا خلال هذه الفترات لم يزعجوا النظام الإيراني كثيرا. نعم، سأعود إليكم دكتور أستاذ محمد المدحجي. بالعودة إليكم أستاذ حسن راضي، لماذا يغرس النظام الإيراني الكراهية وثقافة التحريض في مناهجه وإعلامه بحسب ما يرى مراقبون للشأن الإيراني؟ أغلب هذه التظاهرات كانت تنادي بعدم المساس بحقوق العرب في الأحواز، يعني لماذا هذا التعاطي مع قضية العرب؟ أليست إيران تتدخل في الدول العربية في العراق، في سوريا، في البحرين، في المملكة العربية السعودية؟ الأستاذ محمد المدحجي يقول إن هناك يعني خلاف ما بين نظام الملالي في إيران والعرب، يعني هناك عدم رغبة. إذن فلما إيران تتدخل في الدول العربية وتقمع العرب في أراضيها؟ نعم، طبعا هناك حقيقة لابد وأن نعرفها ونقف عندها بشكل واضح وكبير، أنه يعني الشعوب غير الفارسية هم ليس مواطنون إيرانيون، بل يعني على سبيل المثال الأحواز تعتبر دولة ترزح تحت الاحتلال الدولة الفارسية، احتلال أجنبي، وهذا الاحتلال لم يأتي بديمقراطية وبحقوق إنسان وبإنصاف الدولة والشعب الذي احتلاها، بل أكيد يعني يمارس القمع ويمارس الاضطهاد ويمارس محاولات كثيرة جدا لثني هذا الشعب حتى لا يسترجع سياسته ودولته. هذا ما يتطبق على التعامل أو المعاملة الإيرانية تجاه الشعب العربي الأحوازي. هذه يعني طبعا كل الثورات، إذا عددنا الانتفاضات والثورات التي حصلت منذ عام 1925 حتى يومنا هذا، بالتأكيد تتجاوز 17 انتفاضة وثورة. يعني في القرن العشرين كانت معدل كل 10 سنوات انتفاضة وثورة بين عسكرية وبين انتفاضات مناطقية أو قبلية يقودها شيخ قبيلة، لكن في القرن 21 أي ما يقارب 18 عاما نستطيع أن نقول أنه كل 3 إلى 4 سنوات تكون هناك انتفاضة شعبية عارمة وبمواصفات جديدة، أي ليس مناطقية ولا قبلية، بل معظمها ثورات شعبية، انتفاضات شعبية تشمل كل شرائح ومكونات المجتمع الأحوازي. لو على هذا الأساس لا يمكن أن تكون دولة الإيرانية دولة ديمقراطية. ديمقراطية يعني حقوق الشعوب، يعني حق الشعوب في تحرير مصيرها، يعني انتخاب حقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يتناقض تماما مع نهج وتركيبة الدولة الإيرانية ووجودها في الأحواز. ف
في الأحواز من جهة، وعلى مناطق الشعوب الأخرى التي أيضا تعتبر نفسها تفتح للاحتلال الفارسي. هذا من جانب يعني التعامل الدولة الفارسية مع الشعب العربي الأحوازي والشعوب الأخرى. أما لماذا هذه الكراهية والحقد والممارسات الإيرانية تجاه الأحواز؟ طبعا يعني جانب من تلك الدوافع، الفورس يعتقدون أنه كانت لديهم إمبراطورية ويسمونها حضارة، ويعني بمجيء الإسلام تدمرت تلك الإمبراطورية وحضارتهم، ويعتقدون أنه فقدوا ثقافتهم ولغتهم وقدرتهم في المنطقة. لذلك هذا الحقد نابع من تلك النظرة أو ذلك الاستنتاج من العرب أنه سبب ضياع هويتهم ولغتهم لحد الآن. وإيران على فكرة تعيش أزمة هوية، يعني ليس لديهم هوية واضحة. لغتهم على سبيل المثال ما يقارب 80% منها مفردات عربية، والآخر تركية وإنجليزية وفرنسية، ما يعني منذ 80 عاما، ويحاولون يعني يكونون لهم لغة فارسية ولم يستطيعوا. لذلك هذا الحقد الكبير تجاه العرب ناتج من هذه النتيجة الطبيعية التي حصلت في يعني منذ المجيء الإسلام. ثم الآن هم طبعا لديهم مزاعم أنه هذه الدول المنطقة كلها وخاصة المناطق العربية تعود لهم وتعود ملكيتها لهم. لذلك محاولاتهم الآن في السيطرة على الدول العربية يعني في العراق وفي اليمن وفي سوريا ومكان ذلك، صحيح يعني هو سياسة يعني تدخل وسياسة إرهابية، وأيضا لكن نابع من سياسة التوسعية ومحاولين إعادة. نعم، اسمح لي فقط سأعود إليك مرة أخرى أستاذ حسن راضي، أنتقل للدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، من المؤكد أن القضية الأحوازية لم تجد بالطبع دعما لا دوليا ولا عربيا، لماذا من وجهة نظرك؟ يعني في واقع الأمر دعني فقط أعرج على ما تفضل به ضيفك العزيز. أنا عندي عدد من الدراسات حول، يعني أنا عشت في المجتمع الإيراني 5 سنوات، درست هناك دكتوراه، وعندما عدت يعني عملت كثير من الدراسات حول صورة العرب في الكتب المدرسية الإيرانية، صورة العرب في الإعلام الإيراني، صورة العرب في الحكم والأمثال الشعبية وفي النشيد الحماسي وفي السينما وفي المسرح وفي الدعوة وإلى آخره. الآن هنالك حقد دفين ضد العرب بشكل عام، يعتوه طبعا حتى قبل الإسلام وقبل مجيء الإسلام. أنا رصدت أكثر من 17 مواجهة بين العرب والفرس بعد قبل الإسلام وبعد الإسلام وأثناء الإسلام وبعد الإسلام، وبالتالي يعني هذا يعطي صورة أو تصور واضح عن طبيعة دعني أسميه السياسة الممنهجة وفلسفة التربية والتعليم في غرب قيم الثقافة الكراهية والتحريض ضد العرب. وربما في حلقات قادمة نتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل حول أسبابه. الأمر الثاني، الآن الدول العربية يعني كما يعتقد الأخوة العرب الأحوازيون أن العالم العربي لغاية الآن، وهذا أمر فيه شيء وفيه كثير من الصحة، لم يقف إلى جانب القضية العربية الأحوازية، خاصة أنه يعني إيران لجأت إلى سياسة التدخل في الشأن الداخلي العربي، وما زال ذلك الدول العربية لم تلجأ إلى سياسة دعني أسميه دعم الانتفاضات الشعبية التي حدثت، خاصة الانتفاضة الأحوازية عبر كما تفضل ضيفك أكثر من 17 انتفاضة تمت في منطقة الأحواز على وجه التحديد. وكان هنالك يعني دعني أسميه مبررات واهية لدى العالم العربي في عدم دعم القضية الأحوازية، انطلاقا على أساس ما يسمى بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ولكن نحن نتحدث عن احتلال إيراني فارسي بغيض لهذه البقعة منذ عام 1925، وأنا بعتقد أنه يعني هذا يعود إلى عدم وجود إرادة سياسية عربية جامعة لدعم القضية العربية الأحوازية. الأمر الثاني أنه تفتت المعارضة الإيرانية. الآن سوف أخذ بعدين، البعد الأول الحركات المعارضة القومية وهي حركات خطيرة، خاصة منظمة مجاهدي خلق التي بدأت بعض الدول العربية بنسج علاقات معها، وهذه أنا حضرت يعني كثير من المؤتمرات والندوات وكان فيها مندوبين من جماعة مجاهدي خلق. يعني هؤلاء يقفون بشكل معارض ضد حقوق الشعب العربي الأحوازي وضد فكرة استقلال الأحواز، ولن يقلوا دموية أو ثقافة الكراهية والتحريض ضد الشعب العربي الأحوازي هناك عن النظام الإيراني، وبالتالي الرهان على هناك نقطة مهمة أستاذ نبيل سمحت لي في هذه النقطة. يعني إيران استخدمت استراتيجية للتعامل مع دول المنطقة في تدخلاتها، ولكن دول المنطقة الآن عندما تريد أن تدعم الناقمين على النظام الإيراني في الداخل الإيراني، لا يوجد فقط مجاهدي خلق كي تدعمهم؟
هي للأسف الشديد يعني الدول العربية، أنا ربما أنا سمعت من بعض أو كثير من المسؤولين العرب يتحدث عن تفتت المعارضة العربية الأحوازية، يتحدث عن تفريعات ويتحدث عن جماعات معارضة مختلفة الأهداف وحتى الدوافع، حتى لدرجة أنه بعض هذه التيارات تأخذ بعد شخصي أو طابع شخصنا في معارضة النظام الإيراني. يعني الآن ربما عدم وجود كيان واحد أو جسم موحد دعني أسميه للحركة العربية الأحوازية هو ما يدفع كثير من الدول عن الإحجام في دعم العرب الأحواز. يعني هذه نقطة مهمة ومحورية، خاصة نحن نتحدث عن كثير من الفصائل والتنظيمات اللي عادة يعني لا يوجد فيها طابع مؤسسي، لديها كثير من الاختلافات في وجهات النظر وفي الطروحات، وتعتقد نفسها أنها هي صاحبة الوصاية أو القيمومة على القضية العربية الأحوازية. وعندما تتحدث مع الأخوة الأحوازيين، وأنا أتحدث معهم كثيرا، يقولون أن الدول العربية أكثر من 21 دولة، وبالتالي لا ضير إذا إحنا تفتتنا. لكن بموازاة ذلك نحن نتحدث عن قضية مهمة ومحورية، نتحدث عن ضرورة تكاتف مختلف الجهود لكي يكون هؤلاء جسم واحد في مقارعة الاحتلال الفارسي البغيض. الأمر الثاني أنه الإرادة السياسية أيضا قضية مهمة ومحورية، لا يوجد لدينا إرادة سياسية. ربما كان في هنالك تحرك من جانب بعض الدول الخليجية، لا سيما المملكة العربية السعودية، ربما باتجاه دعم بعض المطالب، لكن لغاية الآن لم يتم. ربما دولة أو مملكة البحرين نادت في 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 وقت ما بطرح هذه القضية أمام جامعة الدول العربية، لكن لا يوجد هنالك يدعني أسمي إرادة عربية جامعة في هذا الأمر. وهذا يعود إلى الخلافات البينية العربية على وجه التحديد فيما يتعلق بالعلاقات، مثلا تقييم هذا الأمر من جانب دول مجلس التعاون الخليجي، لا يوجد هنالك رؤية واحدة أو مشتركة. سأبقى معي أستاذ نبيل العتوم، عذرا لك، سنأخذ فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على تظاهرات في الأحواز، وإلى أي مدى يمكن فصلها عن التطورات التي تشهدها أو يشهدها محيط الإقليمي لطهران وكذلك الدولي. بالعودة إليكم أستاذ محمد المدحشي المتخصص بالشأن الإيراني، يعني هذه التظاهرات التي تشهدها طهران وتحديدا في إقليم الأحواز، يعني إلى أي مدى ممكن فصل هذه التظاهرات عن ما يجري من تطورات في محيطها الإقليمي، وخاصة يعني لنقل العراق سوريا؟ يعني لا يمكن فصلها عن ما يحصل في الإقليم، وكان المتوقع أنه موجة الثورات تصل إلى إيران، لكنها بسبب الدعم اللامحدود التي تتلقاه إيران من القوى العظمى، بعض القوى العظمى تحديدا الغربية منها، والإشكالية الكبيرة في النظام الرسمي العربي الذي هو يعتبر إحدى مشاكل القضية الأحوازية، و يعني النظام بشكل عام الدول العربية تعتبر مشكلة بالنسبة للقضية العربية وليس عون ولا حتى حياة. يعني نحن بصراحة نقول كصاحبي هذه القضية لم نرى أي دعما من أي دولة عربية في أدنى مستويات لتربية كوادر في جامعات العربية، وجميع الجامعات العربية مغلوقة على الشعب العربي الأحوازي الذي يريد أن يدرس في هذه الجامعات بعكس ما يتم لصالح الفلسطينيين. يعني نحن لا نريد دعما بمستوى القضية الفلسطينية التي هي تعتبر القضية المركزية للأمة،
لكنه يعني إذا طلبنا من الدول العربية أن تفتح جامعاتها ونربي كوادر مهندسين أطباء خريجين في السياسة، يعني هذا ليس طلبا كبيرا، ولا توجد دولة عربية واحدة فعلت ذلك وعملت على ذلك حتى ينشأ كوادر لدينا لديها رؤية لديها معرفة وتعرف كيف تعمل العمل التنظيمي. أصلا هذه نحن نفتقر لأسس ابتدائية جدا، والسبب هو أنا أصفها بالترتيبات السرية لمعاهدة سايكس بيكو التي التزمت ولا يزال ملتزمة بها جميع الدول العربية إلا إيران. يعني إيران تعبث في المنطقة وتزعزع الاستقرار في المنطقة وتزرع الإرهاب والخلايا المسلحة، لكنه بالمقابل الدول العربية ملتزمة تمام الالتزام اتجاه إيران وفق سايكس بيكو، الجزء السري لسايكس بيكو. ولا نرى لا الدول القريبة المحيطة كدول الخليج ولا الدول البعيدة كمصر وغيرها، يعني حتى لم تحاول أن تخترق هذا الحاجز. والعراق الذي اخترق خلال نظام الحكم الوطني السابق سببه استفزازات إيران ضد الأمن القومي العراقي، يعني طالما إيران لم تتعرض للأمن القومي العراقي العراق ما كان يوما يدعم القضية الأحوازية بشكله الصحيح. والمعروف يعني الآن أنتم اسألوا جميع النشطاء يعرفون، حينما كان جمال عبد الناصر أراد أن يدعم القضية الأحوازية ويرسل قوات لنصرة الثوار في الأحواز وتبني الجامعة العربية للقضية الأحوازية العراق منع ذلك وعارض ذلك ولم يسمح لجامعة الدول العربية أن تتبنى القضية الأحوازية. للأسف الشديد يعني المشكلة بالنسبة للقضية الأحوازية وما يحصل في أحواز وجواره، لأن نتحدث عن الجوار العربي، هذا الجوار هو يعتبر نحن أنا بمفردي أنا لا أتحمل جميع الأحوازيين، أنا كأحوازي أعتبره جزء المشاكل للقضية الأحوازية وليس عون وليس حياديين حتى. يعني نحن يجب أن نحل مشكلتنا مع الجوار العربي أولا، لأنه الجوار العربي ليس منفتحا أدى بعض الدول كسوريا سابقا والكويت، يعني حاليا الذي استضاف يعني بضعة آلاف من الأحوازيين ويعيشون في الكويت يعني دون عمل سياسي فقط حياة عادية. ونحن نشكر دولة الكويت على هذا الانفتاح التي سمحت للأحوازيين الذين لا يكون لهم ملجأ في وطنهم على أرض الأحواز أن الكويت يكون لهم ملجأ. فبشكل عام للأسف الشديد يمكن القول أنه الجوار العربي يعتبر مشكلة من مشاكل القضية الأحوازية وليس عونا، وخاصة الآن في هذه الحالة التي العراق يمر بها. العراق هو بؤرة إرهاب وفساد ضد المنطقة كلها، ليس فقط ضد العرب ولا ضد، يعني لا نتحدث عن ضد سوريا والسعودية، العراق هو من مصائب المنطقة تحول خلال بعد الاحتلال 2003. ويعني نحن خلنا نقول نتأمل المستقبل أن يحصل شيئا ما وانفراجا ما في السياسة العربية تجاه القضية العربية بمستوى أمنيات، لما نرى أنها هل ستتفعل على أرض الواقع أم لا. أستاذ حسن، في ضوء هذه المعوقات التي ذكرها الأستاذ محمد المدحتشي، يعني كيف يمكن لهذه التظاهرات أن تحقق أهدافها؟ نعم طبعا، اسمح لي قبل يعني أجيب على هذا السؤال بس أعلق على ما تفضل به الدكتور نبيل، أنه يعني المبررات التي ذكرها بالنسبة عدم دعم الدول العربية للقضية الأحوازية تعتبر مبررات غير مقبولة نهائيا. يقول أنه الأحوازيون غير متوحدين وليس لديهم أهداف واحدة أو دوافع واحدة، بالعكس يعني الحركة الأحوازية إذا أخذيناها في الأطار الإيراني والشعوب الفارسية وحتى الحركة الفارسية المعارضة للنظام الإيراني هي أكثر حركة موحدة وذات هدف واحد. إذا يعني إذا نظرنا الحركة المعارضة الفارسية هي فيها اليساري وفيها الشيوعي وفيها الإسلامي واليميني والقومي وغير ذلك، ورغم ذلك إنه العرب وجدوا طريقهم لدعم الحركة الفارسية واليوم يدعمون مجاهدين خلق ومنذ عشرات السنوات. إذن هذا مبرر غير مقبول. الأحوازيين لديهم هدف واحد هو تحرير الأحواز، 90% من الحركات السياسية الأحوازية أو معظمها نقول إلا حزب واحد يعمل فدرالية، لكن كل الحركات الأحوازية تعمل لتحرير الأحواز ولديهم عمل موحد وفي تنسيق، واليوم كل التنظيمات الأحوازية مجتمعة تحت خيمة ومسمى واحد وهي القوة الوطنية الأحوازية.
إذن هذا يعني مبرر غير مقبول أنه الأحوازين يتوحدون حتى ندعمكم. عندما أراد العرب دعم القضية الفلسطينية زمن جمال عبد الناصر والحركة القومية جمع الفلسطينيين ودعمهم حتى يأسسوا منظمة تحرير فلسطين فتح ودعمهم. يعني هذا جانب أنا أعتقد هو السبب، ليس يعني الأحوازين متفقين أو لا، بل هو غياب الإرادة العربية. ولا نتحدث عن إرادة جماعية، لا ينبغي أنه العرب كن يتفقون على دعم القضية الأحوازية، لأن الدول العربية ذات أهداف ودوافع كبيرة ومصالح واتفاقات. مثل ما تحدث الأستاذ محمد المفحشي الأستاذ حسن، يعني يقول أن النظام الرسمي العربي يعد أحد مشاكل القضية الأحوازية، ولا زالت يعاني شعب الأحواز من عدم الدعم العربي وكذلك الدولي، وخاصة من دول الجوار. ولكن يعني في ضوء كل هذه المعوقات أستاذ حسن، يعني هل أجبتني عن سؤالي؟ كيف يمكن لهذه التظاهرات أن تحقق، أو هذه الانتفاضة مثل ما وصفتها، أن تحقق أهدافها؟ حقيقة طبعا هو يعني الشعب الأحوازي منذ عشرات السنوات هو ثائر ومنتفض ويعني مستمر في عمله، كيف تحقق أهدافه من خلال يعني الحق يؤخذ ولا يعطى، والشعب الأحوازي يعرف هذه الحقيقة، من خلال الاستمرار بالعمل، توسع العمل، اتكاء على الذات، ويعني استخدام تكتيكات واستراتيجيات جديدة، بناء علاقات مع الدول الكبرى وليس مع الدول العربية، فاقد الإرادة والاستقلال السياسي حتى لداخلها. أنا أعتقد يعني هناك يعني الدول العربية تحتاج إلى قرار أو ضوء أخضر من دول الكبرى، وعلى الأحوازين أن إذا أرادوا دعم من دول عربية أو غير عربية فليذهبوا إلى العواصم الغربية. هذه يعني لكن الإصرار الأحوازي والعمل الأحوازي والإصرار على الحقوق وعلى العمل والتضحيات التي بذلها يعني الأحوازين كثير يعني منذ فترات طويلة لحد الآن، والمقاومة بكل أشكالها وبكل يعني بكل عناوينها، الإصرار على المقاومة والدفاع عن النفس وعن الحقوق هي التي أنا أعتقد هي ستحقق الأهداف. لطالما هناك إصرار على الحقوق وعلى المطالبة بالحقوق وعدم التراجع عن الأهداف وعن المطالبة ستحقق الأهداف يعني عاجلا أم آجلا. وأنا أعتقد الأحوازيين الآن يعني متوحدين في الداخل وفي الخارج، والآن النظام الإيراني في أضعف حالاته وفي أضعف يعني أيامه، حيث أنه لا توجد لديه، فقد الشرعية في داخل الشعوب غير الفارسية منذ فترة طويلة، فقد الشرعية حتى في داخل الشعب الفارسي، لأنه يعني لا ليس هناك رغبة في وجود النظام، لا ليس وجود رغبة أو شرعية ومقبولية للنظام في داخل المنطقة ولا حتى في العالم. النظام الإيراني يعاني من أزمات اقتصادية أمنية وسياسية، لديه مشاكل كبيرة في الداخل، صراع على السلطة في الداخل. أنا أعتقد الإصرار على المطالب وعلى الأهداف ويعني الاستمرار في المظاهرات والاحتجاجات ستحقق أهداف الانتفاض. هذه الانتفاض بالتحديد قمعت أو لا، بالتأكيد ستستمر، وسيستمر الشعب الأحوازي في تحقيق مطالبة يعني في المستقبل القريب، وأملنا كبير، لأنه نحن لدينا قضية عادلة وواضحة، وقاوم الشعب العربي الأحوازي طيلة عشرات السنين. يعني الشعب العربي أي شعب لو كان تعرض له ما تعرض له الشعب العربي الأحوازي من سياسة طمس الهوية وسياسة التفريز وغير ذلك، أنا أعتقد لفقد هويته ولسانه. لكن إصرار الشعب العربي الأحوازي على حقوقه وعلى هويته هو الذي يعني سيضمن انتصاره في المستقبل. نعم أستاذ نبيل العتوم، يعني تهديد الولايات المتحدة لإيران بإنهاء الملف النووي، هل من الممكن أن تستثمر قضية هذه التظاهرات كورقة ضغط على النظام الإيراني؟ يعني بالتأكيد، يعني في هذه الاستدارة الأمريكية يعني تعتبر عامل مهم وعامل ضاغط على نظام ولاية الفقيه في إيران، هذا سوف يسبب المزيد من المتاعب بالنسبة للنظام الإيراني الذي تأكلت شرعيته. أنا بعتقد أنه يعني لابد من ترجمة الاستراتيجية التي تعهد بها ترامب، لا أن تكون مجرد الاعتماد على دبلوماسية تويتر أو دبلوماسية الخطابات وعدم ترجمة ذلك إلى آليات وسياسات واضحة تأخذ عدة أبعاد. البعد الأول هو عقوبات ذكية على النظام الإيراني بحيث أنه تسهم في إضعاف هذا النظام. الأمر الثاني لابد من تحجيم النفوذ الإيراني الموجود في الخارج ووقف
ابتلاء إيران لدول المنطقة وفي مقدمتها سوريا والعراق واليمن ولبنان. الجانب الثالث المهم هنا التركيز على ما يسمى بالتحول داخل إيران، وأنا بعتقد أنه الورقة العربية الأهوازية هي تعتبر من أهم الأوراق التي تخدم حتى الدول العربية، والأهواز تشكل حتى لو يعني نظرنا إلى بعد استراتيجي من خلال ما يسمى بنظرية المسدات تعتبر أحد المسدات المهمة للدفاع عن الأمن القومي العربي. وأنا في كثير من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات أركز على هذا البعد بضرورة نقل الصراع إلى داخل إيران. الآن القضية العربية الأهوازية تستحق من العالم العربي كل الدعم وتستحق كل التأييد، وأنا عندما أقول أن الدول العربية والأنظمة الرسمية العربية تتحدث عن المعارضة الأهوازية أنا لا أريد أن يعني دعني أسمي أن يعني أقلل من شأن هذه المعارضة، ولكن نريد أن تكون على قلب رجل واحد لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الممكن تحقيقها على أرض الواقع. وأنا هنا يعني أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ حسن راضي والصوت أخي الدكتور محمد المذحجي بضرورة أن تكون هنالك رؤية علمية واضحة في التعامل مع الموضوع العربي الأحوازي، وأن لا يستخدم ورقة يعني يسميه لمقايضة إيران ضمن سياسة ما يسمى بالتخاذل والملفات الذي تلجأ إليه إيران نفسها، لكن نريد أن ندعم حق الشعب العربي الأحوازي في تقرير مصيره في نيل حقوقه في إقامة دولة المستقلة وعاصمتها المحمرة على تأخذ بعد عربي حتى من خلال دولة عربستان التي كانت ولا زالت وسوف تبقى عنصر داعم للدول العربية والأمن القومي العربي وأن تنضم إلى جامعة الدول العربية. هذه أمال وطموحات، وعندما نقول إنه احتلال يعني هذا الإقليم الضخم الذي يشكل احتياطي ضخم من الثروات سوف يكون داعم لنهضة الشعب العربي الأهوازي ولتكوين نواة للتنمية والعدالة الاجتماعية والعدالة التوزيعية وكل مقومات الديمومة والبقاء للتحول إلى دولة مستقلة هي موجودة في هذا الإقليم الذي احتلته إيران منذ عام 1925. وبالتالي أنا بعتقد أنه العامل الدولي عامل مهم وعامل مؤثر في إحجام الدول العربية أو في الضغط على الدول العربية لعدم التدخل لدعم الشعب العربي الأهوازي. أنا بعتقد أنه لا، خلال الفترات القادمة سوف نشهد مزيد من التحول في السياسات العربية إذا هذا الملف على وجه التحديد. أنا عندي معلومات يعني مؤكدة في هذا الأمر أنه بعض الدول العربية بدأت تسير في هذا الاتجاه وتدرك أهمية القضية العربية الأحوازية ليس فقط كعنصر لأضعاف إيران بل أيضا لتكون سند للأمة العربية. أستاذ محمد المدحجي، إلى أي مدى تعتقد أنه فعلا سيكون هناك تحول واتجاه عربي على المستوى النظام الرسمي تجاه هذا الملف ملف الأحواز؟ يعني الآن خاصة تحت السياسة الأمريكية الجديدة نرى تحول تدريجي، يعني ملامح وليس تحول حتى نقول أنه تم تطبيقه على الأرض الواقع، ملامح من تغيير في بعض السياسات تجاه القضية الأحوازية في بعض وسائل الإعلام العربية، وسبب ذلك هو أنه الولايات المتحدة تريد أن تمارس ضغطا على النظام الإيراني، ونتوقع أنه هذا الضغط يرتقي إلى أفعال وليس فقط ضغط من أجل مغايضات معينة مع النظام الإيراني كما فعلت الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية خاصة الدول الأوروبية مع إيران، ودوما تقايض إيران وتضعف المعارضات ضد الإيرانية وغير الإيرانية والقضية الأحوازية التحررية التي الدول الأوروبية لم تنفتح عليها حتى اللحظة بأي شكل من الأشكال. هذه يعني أنا لا يزال أؤكد وأقول طالما لم نرى أفعالا من الدول العربية في أدنى التقدير على المستوى الإعلامي أو حتى أقل من ذلك على مستوى تربية كوادر أكاديمية في الجامعات العربية التي تمنعها علينا إيران، يعني نحن لن نطلب من الدول العربية أن تزرع خلايا في إيران أو ترسل سلاح أو يعني تدعم الكفاح المسلح، نحن لا نتوقع منها ذلك، نتوقع منهم أن في أدنى تقدير يساعدونا على تربية كوادر متخصصة في شتى المجالات من أجل أن نبني لأنفسنا للأجيال القادمة أن تكون لنا مقاومة في جميع الصعد وليس فقط على الصعيد العسكري أو على الصعيد الثورات في الشارع. نحن نحتاج بناء كوادر، يعني أنا لا أريد أن أكون متشائم لكنه التفاؤل
يجب أن يتطابق على الأرض الواقع. نحن أنا لا أريد أن نتفاعل ونزرع الأمل دون شيء الذي نستطيع أن نلمسه. القضية الأحوازية والشعب العربي الأحوازي منذ 90 عاما مارس حقه في التحرير من المحتل الفارسي دون ذرة دعم من أي جهة. يعني لا أحد يستطيع أن يقول بأننا دعمنا الأحواز عدا العراق في فترات معينة، وسوريا التي فتحت جامعاتها على الأحوازيين خلال فترة معينة. لا يوجد أي نوع دعم قدم من قبل الدول العربية، لا على مستوى سياسي ولا على مستوى علمي ولا ثقافي ولا مالي ولا بأي شكل آخر للأحوازيين، ولا أحد يستطيع أن يقول ذلك بأنه كان هذا الدعم والأحوازيون لم يستقلونه. شكرا لك أستاذ محمد المدحشي المتخصص بالشأن الإيراني. في دقيقة واحدة أستاذ حسن راضي، إلى أي مدى بات الآن النظام الإيراني على صفيح ساخن؟ هناك ضغط داخلي وهناك أيضا ضغوط خارجية. النظام الإيراني، لأنه تحدثنا عن النظام الإيراني بالضرورة نتأكد على نتحدث عن الدولة الإيرانية. الدولة الإيرانية هي يعني أصبحت دولة فاشلة، دولة يعني تتجه بشكل سريع نحو التفكك، لأن فشلت جميع ركائزها التي بنت الدولة الفارسية عليها لتكون دولة ناجحة حديثة، فشلت يعني. والآن بدأ ملامح التفكك يلوح بالأفق. الشعوب غير الفارسية يعني إذا كان بعض منها مخدوع كان في طهران وفي شعارات زمن النظام الفهلوي، والآن الجميع الشعوب عادت تتحرك أو تعمل من أجل استقلالها الوطني القومي. النظام الإيراني نظام فاشل. هناك يعني لذلك حتى يعني رجال النظام الإيراني والمعارضة يحذرون بشكل كبير، ليس فقط من سقوط النظام الإيراني بل من تفكك الدولة الإيرانية، وهذا حتمي. لأن إذا تغير النظام لن لا يكون هناك نظاما سيأتي ويحكم على كل جغرافية إيران. ولذلك هناك احتمالين أو سيناريوهان: تفكيك إيران أو يأتي نظاما يعني لا مركزيا بغض النظر عن شكله فدرالي أو حكم ذاتي أو غير ذلك، هذا إذا حصل الدعم. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن راضي المتخصص في الشأن الإيراني، والشكر موصول لكم الأستاذ محمد المدحشي المتخصص في الشأن الإيراني، وأيضا شكرا لك دكتور نبيل العتوم من مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.